تشوفها؟ معناها بتعرف شو لازم تعمل، اتصل بالمحامي واصحاب قضية الطلاق. كارلا، انت تراجع عن تصرفاتك هي، وانا بتليفون بجيب بنتك لعندك، والمساء انت بتنيمها لإلا، والصبح منروح مع بعض على فطور. إلا بتنبسط بوجودك، وانت كمان رح تكون مبسوط. شفت؟ الحل طلع كتير سهل. انت شاطر تحب بنتك بس بالحكي مروان. ورجيني اذا كنت بتحبها عن جد ولا لا. اطلعي فيني، اطلعي، ما تعملي هيك، لانه انت عم تأذي إلا كتير ومالك ملاحظة. نوب، بالعكس، هذا معروف كبير لبنتي، انا عم حاول احمي عائلتي. شو اي عائلة؟ قليلي انت عن اي عائلة عم تحكي. اسمعي، إلا من لما خلقت حاولت تكون أب منيح لإلها،